بنشكر حضرتك دكتور فاروق على المحاضرة ديت مع شكرا، حضرتك. اهلا بيك. شكرا. تمام، احنا ممكن نبدأ يا باشمهندس. تمام كده. في الأول أحب أرحب بالدكتور أحمد رضوان، عميد كلية الهندسة ونائب رئيس جامعة النيل للدراسات العليا. الدكتور أحمد رضوان هيرحب بدكتور الباز ويعرفه، وبعد كده كلنا هنسمع دكتور الباز. اتفضل يا دكتور. السلام عليكم. معاكم دكتور أحمد رضوان، نائب رئيس جامعة النيل البحوث والقائم بأعمال كلية عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية. أنا في الحقيقة يشرفني أن أكون معاكم النهاردة وبحضور عالمنا الكبير المتميز الأستاذ دكتور فاروق الباز. دكتور الباز طبعا غني عن التعريف، هو من أكبر العلماء والباحثين في مجال الفضاء والجيولوجيا في العالم، وهو مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن في أمريكا. دكتور الباز طبعا هو أحد العلماء البارزين اللي شاركوا في مشروع أبولو لاستكشاف القمر مع وكالة ناسا الأمريكية. وطبعا كلنا عارفين دكتور الباز كان المستشار العلمي للرئيس الراحل أنور السادات. دكتور الباز حاصل على عدة جوائز عالمية، من أهمها أبولو Achievements Award from NASA، Exceptional Scientific Achievements Medal of Merit from Aerospace Educational Organization، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من مصر، وغيرها من الجوائز الكتير. يعني حاجة نفتخر بيها، تاريخ دكتور الباز باخر بالإنجازات المشرفة، تشرفنا كمصريين. يعني حقيقة لو قعدنا بطول السيشن نتكلم عن إنجازات دكتور الباز مش هنوفي حقه. السيشن النهاردة هو واحد من مجموعة سيشنز جامعة النيل بتنظمها للباحثين الشباب في مصر والعالم العربي، في دور الجامعة الدائم لنشر ثقافة التعلم والبحث. السيشن دي بتحاول من خلالها مشاركة الخبرات الرائدة في المجالات العلمية مع الشباب، عشان تكون نوع من الدعم والتوعية في بداية مستقبلهم العلمي والمهني. بنشكر دكتور فاروق الباز على أنه كرس جزء من وقته الثمين أن يكون معنا النهاردة. تفضل يا دكتور. شكرا جزيلا يا دكتور. أنا سعيد جدا أن أكلم الطلبة والزملاء في جامعة النيل، لأن ده بيذكرني بالزميل العزيز الراحل المرحوم الدكتور أحمد زويل، وعمله واهتمامه بالجامعة، بإنشاء جامعة متميزة في مصر عشان الشباب في مصر يرقى إلى مستوى الشباب في أمريكا في كل المراحل، وخاصة في العلوم والتكنولوجيا. وده يسعدني جدا، وأنا شاكر لجامعة النيل في دعوتي عشان أكلم الشبيبة. وكنت عايز الحقيقة أكلمكم عن حاجة بالذات، يعني أنا شفتها وتعلمتها وتعلمت منها الكثير، عشان أنتوا كل واحد منكم هيوصل إلى درجة ما في حياته، وإزاي نتصرف في موقع صعب. الموقع الصعب ده في نظري هو أنه إحنا نعمل مؤسسة تقدر تودي الإنسان إلى القمر. أنا كنت في أمريكا لسه بدرس الدكتوراه لما كان في كلام على الحكاية دي، لأن الاتحاد السوفيتي كان أرسل سفينة فضائية اسمها سبوتنيك 1 بتلف حوالين الأرض بس، لا بتصور ولا بتعمل ولا بتتكلم ولا بتستقبل ولا هي بس ماشية كده توت 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 بس، وهي بتلف حول الأرض كده بس. أمريكا ما كانش عندها ده، أمريكا كلها زعرت. كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت كان دوايت أيزنهاور، هو كان رئيس الجيش بتاع الحرب العالمية الثانية، وبعدين لما رجع كان منه كسب وكان رجل ممتاز، هو انتخبوه رئيس، يعني جاي من الجيش. دي كلمة مهمة عشان هتيجي الكلام اللي هو عمله برضو مهم. الراجل ده طبعا انه هو حارب هناك وكان بيعمل يعني قرارات حرب مهمة، وكان بيعمل كذا وكذا وكذا في الوضع المدني بتاعه. جاب الناس وقال لهم ازاي الروس يسبقوني، ازاي يروحوا الفضاء في الروس تعمل تروح الفضاء الاول قبل ما احنا نروح،
احنا كنا فاكرين ان احنا احسن منهم ومتقدمين اكتر منهم. ازاي يحصل ده؟ فين فين الناس اللي بتوع الفضاء اللي بيشتغلوا عندنا؟ قالوا له يا سيادة الرئيس لا لا، احنا عندنا ثلاث مؤسسات كلهم بيشتغلوا على شغل الفضاء وكلهم هايلين جدا وكلهم بيشتغلوا خالص يعني بقى. هم واحدة في الطيران، واحدة في الجيش، واحدة في البحرية، يعني ثلاثة داخل وزارة الدفاع. فده الرجل اللي هو كان ضابط جيش وبقى رئيس دولة قال لهم عندنا ثلاثة، والثلاثة دول في الجيش عشان كده مش نافعين، ولا هيوصلوا الفضاء ولا هنقدر، والروس هيسبقونا. شوف يا سيدي انت، وهو دول تقفلوهم الثلاثة كلهم، جمعوا الفلوس اللي بنصرفها على الثلاثة واعملوا مؤسسة مدنية. وبقول لكم مدنية ليه؟ عشان تتعاون مع وتستفيد من جميع الأبحاث في كل الجامعات الأمريكية وكل مراكز الأبحاث من غير ما يشتغلوا على أي حاجة سرية. يعني ممنوع أن الناس تشتغل على حاجة سرية، خلاص طلعوهم الجيش، وكل تشتغل عشان تستفيد من العلم والمعرفة في الجامعات والمراكز البحثية. وعملوا كده، وبجيه بعده رئيس دولة تاني، الرئيس الجديد يعني في الدولة. أنا كنت وصلت أمريكا عشان أخذ بذلة الدكتوراه في جامعة ميزوري، من جامعة المناجم والمعاهد في ميزوري، وسط البلد. وكان رئيس الدولة اللي انتخبوه ده كان جون إف كينيدي. جون إف كينيدي قال حاجة جديدة بقى. في أول كلمة للناس وهو رئيس الدولة قال إحنا هنوصل، هنودي الإنسان إلى القمر ونعيده حيا قبل نهاية هذا العقد من الزمان. فهذه رؤساء الدول. يعني الأول أيزنهاور قال نعمل حاجة مدنية عشان تستفيد من كل العلم والمعرفة في البلد في الجامعات والمدارس البحثية. معناها إن ده الفكر، إن أنت تعمل إيه المؤسسة دي تحمل إزاي ويبقى حريتها إيه يعني. وجه الرئيس الثاني قال حاجة النمرة اثنين مهمة جدا، انه يقولوا هتخلص الشغلانه دي امتى. المهم ان يكون في وقت لانجاز هذا العمل. فكل ده قال لهم في هذا العقد من الزمان، قبل ما سنه 1970، ما قبل ما 1970 تيجي هنكون وصلنا الانسان للقمر وقعدناه عيان. معنى ما فيش هزار، معنى الوقت ده سبيسيفاي تايم، يعني ما فيش هزار. وبعد ذلك على طول قالوا ان احنا هنجيب رئيس المؤسسه ده هو اللي هيمشي المؤسسه دي المدنيه دي. جه راجل انا بعتبره اعظم رئيس لاي مكان في اي حته في العالم، في اي حته، لا انا زرت دول العالم كلها يعني، وهو كان بالنسبه لي اي رئيس احسن رئيس في اي حته في الدنيا لاي مؤسسه خالص. ليه؟ ان الراجل ده كان بيقعد في مكتبه يوم في الاسبوع يقرأ تقارير ويمد الجوابات، بقية الأسبوع بيلف في كل المراكز بتاعت ناس اللي في هيوستن وفي كاليفورنيا وفي كل المراكز بتاعت ناس، كان عندهم ستة ويعد عليهم جميع، ويروح مش يقابل الرؤساء بتوع المؤسسات دي، لا يروح ينزل يقابل رؤساء الأقسام في الحتة دي ويقول لهم ما يلي: لو أنتوا خليت، لو أنتوا دعمتوا الناس اللي بيشتغلوا عندكم عشان كل واحد منهم يعمل ما هو قادر عليه، ما هو يعتقد أنه قادر عليه، سوف نفشل والروس هيسبقونا ونروح القمر وهنبقى بمصيبة مطين. لكن إذا إحنا اشتغلنا بحيث أن إحنا نخلي كل واحد يشتغل عندك ساعده وادعمه، كل واحد أو واحدة بيشتغل عندك يعمل أكتر ما هو قادر عليه. يعني أول ما أقول يعني لو قلت له أنت تقدر تعمل إيه ولا كذا وكذا وكذا، قل له لا ما يكفيش، ده أنت هايل، ده أنت ممتاز، ده أنت تقدر تعمل أحسن من كده وكتير. شوف الدعم ده، يعني عشان يقابل الناس كلهم ويدعمهم كلهم ويخلي كل واحد يشعر أنه هو يقدر يعمل أكتر من كده. أنا النقطة دي عايز أقول لكم مثل
في مصر. أنا مرة رايح شفت أنا معهد كويس جدا بيشتغل كويس خالص، عيال صغيرين كلهم لسه متخرجين من الجامعة بيشتغلوا كويس زيكم كده نشطين وعايزين يكملوا حاجة كويسة للبلد ويعملوا كذا، بقول لك اجتمعت معاهم لقيتهم شاطرين خالص وكويسين خالص. فأنا قلت أروح للوزير بتاعهم أقول له عليهم عشان ينزل يسلم عليهم يدعمهم يقول كلمتين كده، لأنهم العيال دي باين عليهم نشاط وفكر وعايزين يوصلوا لحاجة، خلينا ندعم. رحت للوزير بتاعهم وقابلته وقعدنا وشربنا الشاي وكذا، وبعدين بقول له أنت عندك مركز هنا الحقيقة ممتاز جدا، الشباب اللي فيه هايلين وعايزين ندعم لأن هيك كذا 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 كذا. خلصت كلامي قال لي المركز ده فين؟ أنا قلت المركز ده فين؟ سكت، رحت واقف ولافف من قدام المكتب، رحت ماسكه من إيدي، ماسك إيدي من إيدي، قلت له تعال معايا. قال لي إيه؟ قلت له بس تعال معايا. قام وقف، رحت خارجين من الأوضة بتاعته وصلت للأسانسير وقلت الراجل في الأسانسير الدور الثالث، ونزلنا الدور الثالث. فتح الأسانسير وإحنا بنتكلم هو بيقول لي أنت رايح فين؟ رايح تجي إيه؟ أنت بتتكلم أنت كنت بتتكلم عليه؟ وفتح الأسانسير أنا قلت له المركز أهو. يعني المركز ده في عمارته، في العمارة بتاع الوزارة بتاعته، وفي الدور الثالث بتاع العمارة بتاعته، وهو ما سمعش اسم المركز ده خالص لسه، ما كانش يعرف. لما أنا بتكلمه على المركز هايل وكويس ولازم ندعمه، ما كانش يعرف أن المركز ده يتبع وزارته. وده بقى في نظري هو ده سبب أن احنا متأخرين ومش عارفين ونعمل كذا. ليه؟ لأن الناس اللي في القيادات ما هماش عارفين هم فين ولا اللي حواليهم دول الناس ايه. لما تروح لناس رئيس المؤسسة بتاع ناس ينزل بنفسه ويسافر يروح المراكز كلها وما يجتمعش مع رئيس المركز، بيجتمع مع رؤساء الأقسام ويقول له كل واحد منكم لازم يجمع الناس بتوعه واحد واحد ويشد أزرهم عشان لكي ينتج كل واحد منهم أكتر ما هو يعتقد أنه قادر عليه. دي الإدارة، دي الإدارة، وخاصة في العلوم والتكنولوجيا، لأن العلوم والتكنولوجيا عايزة حد يعمل أكتر ما هو له. يعني ما تعملش، لو كنت بتعمل كل حاجة اللي كل الناس عارفينها مش هيحصل تقدم. إنما لو أنت عملت كده وبعدين قلت طب ما نخلينا أجرب كده ممكن الحكاية دي ينفع منها كذا وكذا، تتعمل وتطلع حاجة جديدة. فهو ده معناها إن كل واحد لازم يجد المناخ اللي هو يعمل فيه أكتر ما هو يعتقد إنه قادر عليه. إضافة على ذلك إن الناس اللي كانوا مشغلين ناسا كانوا كلهم شباب. أنا بتكلم عن الشباب في مصر باستمرار. ليه؟ عشان الحكاية دي. أنا وشلة كده من الرواد الفضاء بتوع أبولو اللي كنا لسه يعني بنكلمهم اللي صغيرين لسه ما راحوش رحلات كذا أثناء رحلة أبولو 11، يعني زمايلهم اللي كانوا لسه في الأرض. أنا بنضحك كده وبص على الشباب اللي مشغلين الرحلة، كنا موجودين في هيوستن في مركز إدارة الرحلات القمرية في هيوستن مان سبيس كرافت سنتر اللي هو بتاع اللي هو اللي ماشي مركز إدارة الرحلات الفضائية، وبصينا على الناس اللي شغالين الرحلة دي والله قلنا ده والله يعني دول كتاكيت كلهم دول. قلنا ناخد خلينا ناخد متوسط عمر الناس اللي مشغالة رحلة أبولو ده كام. يلا كنت انت قسمنا بعضنا كل واحد ياخد ثلاث صفوف نمشي نعدي في الصف نبص على ده نقول له سنك كام وده سنك كام، ناخد العدد والسن العدد والسن العدد والسن، وكل واحد يقول. لما جمعنا كل العدد بتاع الناس دي وقسمناهم على التعداد ده عشان نعرف سنهم كان، طلع متوسط عمر الناس المسؤولة عن رحلة أبولو 11 كلية وتماما كان 26 سنة. شوف شباب 26 كلهم لسه يا دوب متخرجين من الجامعة زي جامعة النيل كده. انت لما تتخرج من الجامعة عايز تثبت نفسك وعايز تشوري نفسك ان انت واد فتك ولا بنت هايلة وعايزين تعملوا كذا. هم دول الناس اللي هم يقدروا تاخذوا خطوهم في شغلة زي كده وتدي لهم مسؤولية وتسيبهم، لأن كل واحد منهم هيشتغل وكل واحد منهم عايز يثبت نفسه وكل واحد ممكن يعني يقعد على الشغالية. أنا في ناس أقسم بالله العظيم شفت أنا ناس من الناس اللي هي بشغالة الرحلة دي لما كان في مشاكل كان بيقعد في الحتة اللي هو قاعد عليها دي 8 ساعات ما يتحركش، لا يقف ولا يبص بين ولا شباب. ومثلا لو واحد هو جعان وشاف واحد زميله ماشي من وراه رايح الحمام ولا حاجه يقول له جيب لي سندوتش معاك،
لا هيبص له ولا يقول له ايه، هو باصص على الشغلانه بتاعته ويقول له جيب لي سندوتش معاك، ولا قال له سندوتش ايه، ولا ومعاه كذا، ولا ومعاه كازوزه، ولا معاه كوك، ولا لا، هو بيقول له جيب لي سندوتش معاك. زميل راح الحمام ورجع هو ماسك اشترى اي سندوتش من المكنه، زي ما طلع السندوتش يروح يرميه قدامه، والتاني شايفه هنا مش هيمسكه الا لما تكون في فرصه يقدر يمسك سندوتش في ايده، لانه ايه؟ مبسوط ان هو مسؤول عن الشغلانه دي بتاعت رحله ابولو، مثلا كميه الاكسجين اللي في السفينه او درجه الحراره بتاع كذا اللي كذا، يعني حاجه محدده، هو المسؤول الاول والاخير عن الحكايه دي اثناء الرحله. فهيقعد باصص على الشغلانه بتاعته عشان يباشرها 8 ساعات ما يتحركش. ليه؟ عنده 26 سنه لسه عنده نمره واحد عنده الطاقه، نمره اثنين عايز يثبت نفسه انه احسن واحد يقدر يعمل العمليه دي، لانه كان كلهم كانوا بيشتغلوا يقول له انت بتشتغل الشغلانه دي روح اشتغل كويس واعمل كده، ان ايه انت عايز الروس يسبقونا؟ كانوا يقولوا لبعض كده You want the Ruskis to beat us؟ انت عايز الروس يسبقونا؟ روح اشتغل اعمل كده. فكل واحد منهم شاعر ان هو مسؤول عن الرحله دي وشغلته مهمه جدا، وهم في العشرينات لسه بقالوش 30 سنه، سنتين ثلاثه بالكثير اربعه متخرج من الجامعه. فهو ده العمر اللي الواحد او السن اللي الواحد ممكن يجيب منه ما لا يتخيله العقل، لان لسه الشباب دول كانوا لسه جاهزين، معاه بكالوريوس، معاه ماجستير، معاه دكتوراه، انما جاهز عايز يثبت نفسه او عايزه تثبت نفسها. هم دول الناس اللي ممكن يشتغلوا دون توقف وباهتمام وبعزه نفس عشان عايز يبين ان هو يعني ناصح وهو شاطر وهو يقدر يعمل اللي ما عملوش حد قبل كده. ودي مهمة جدا أنا في نظري، إن إحنا ما كناش نعتمد على الشباب في كل الأعمال المهمة والخطيرة، لأن الشباب ده أول ما يتخرج من الجامعة عايز يثبت نفسه. فإنما لما أنا أقول للناس في مصر عايزين الشباب وكذا يقولوا الله ما إحنا هو إحنا جبنا هنجيب حد وكيل وزارة 45 سنة، أقول له 45 سنة ده خلاص ده بيفكر هو هيتقاعد امتى وهيعمل ايه، يعني في هيكون ولاده تخرجوا من الجامعه ولا لسه ولا يعني انا بتكلم على ناس في العشرينات ان هم لسه عندهم الطاقه عايزين يثبتوا نفسهم. فانتوا اعملوا حسابكم كده، خلي بالك من الكلمه اللي انا بقول لك دي، انت في الحاجه 20 سنه متخرج من الجامعه، خلي بالك ان انت نمره واحد عايز لازم تثبت نفسك وعايز تعمل أحسن من أي حد تاني، هو ده اللي هيخليك تنجح نجاح باهر مالوش نظير، لأنك أنت عندك الطاقة وعندك ولما كنت عايز تعمل أحسن من أي حد تاني هتقرأ معلومات وهتجيب من كتاب وهتقرأ من مجلة وهتعمل كذا وهتشتغل كذا وهتعيد، ولو عملت معادلة هتعيدها تاني وهتعمل كذا. لو خليك مخك ده على طول أن أنت لازم تعمل شغلك أحسن من أي واحد يمسك الشغلانة اللي أنت فيها دي، هو ده الحل الوحيد للتقدم العظيم. لو أنت عايز تثبت نفسك بني آدم هايل جدا، أنت ابن أجداد المصريين القدماء دول هم أجدادك، هو ده اللي تثبته، أن أنت تقدر تعمل أحسن من أي حد تاني في الشغلانة اللي أنت فيها دي. إن شاء الله يا رب تكون بواب، ماليش دعوة الشغلانة دي إيه، إن شاء الله بننظف الأرض أحسن واحد ينظف القضية دي كلية ترتبة، عشان يمسك السفينة الفضاء شغالة أشوف أحسن واحد يقدر يباشر السفينة دي في العالم. أنت تشوف إن أنت خدت الوظيفة دي خلاص، قول أنا دي اللي في ده حظي إن أنا أبقى بوهيجي، خلاص أعمل البوية دي أحسن من أي حد تاني وهخليها أجمل من أي بوية تاني. وأنا ليه أنا مش قادر؟ لا أنا أقدر، أنا متعلم وشاطر وجدع وكل حاجة فيا، فلازم أقدر أعمل الحكاية دي. آخر حاجة انه لازم كل ما حد يعمل حاجه كويسه نديله تعظيم سلام. ليه بقى؟ ان الواحد لما انت يبقى عندك مجموعه وبتشتغل كويس وبعدين واحد حد منهم يعمل حاجه كويسه قوي، لازم نقول اللي بيعمل حاجه كويسه قوي دي برافو عليك قدامهم قدام الجميع. ده مهم جدا ان هو قدام الشله ياخد واحد منه يقول له برافو عليك، يقول له أنت اجمعهم وقول لهم برافو عليكم، أنت فيك واحد هنا عمل كذا 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 وأنا عايز أحييه
بدي له تعظيم سلام انه الشغل بتاعه ده كويس جدا وراقي وكذا كذا، والشغل بتاعها البت دي هايله جدا، وانا مشهور قدام الشله اللي هو بيشتغل فيه، عشان كل واحد من الشله دي يقول اه انا عايز ابقى كده مره، انا عايز ابقى حد يقول لي كده قدام زمايلي ان ده اتعمل كذا كذا. فانا بالنسبه لي شخصيا، وانا اشتغلت مع رؤساء ناسا ورؤساء ابولو بروجرام، انا المكتب بتاعي كان جنب رئيس برنامج ابولو راكب بترون جنبه على طول، وكنت بتعامل معهم على الدوام، وكنت بشوف هم بيعملوا ايه بالظبط، وانا كنت غريب وجاي ما اعرفش يعني الشغل ايه ده، ولا كانت اول شغلانه ليا حقيقه كبيره. وكان كل اللي انا شفته ده هو ده اللي بيقول لي هو ده سبب النجاح، لا هي التكنولوجيا في حد ذاتها، ولا هي القمر الصناعي اللي حد ذاته، ولا هي ابدا، هي التعاملات مع البني ادمين. نمرة واحد، لازم تختار المؤسسه الصح اللي تعمل لك الشغلانه دي. نمرة اثنين، لازم تحدد موعد انا هخلص الشغلانه دي امتى، بعد قد ايه. نمرة ثلاثه، هتجيب مين اللي يقول لك الرئيس المجموعه دي عشان يعرف يدعم الناس، مش عشان يقول أيوة أنا عملت، لا لا، عشان يدعم الناس اللي حواليه يقول لهم برافو عليكم. من أربعة، خلي قدامك الشباب دعمهم، كل ما تلاقي فرصة إنك تشغل شباب دخلهم شغلهم، لأنهم حاجتين، عندهم الطاقة الرهيبة اللي مش عند أي حد تاني، يقدر يشتغل 8 ساعات زي ما أقول لك قاعد على المكتب لا يتحرك ولا يبص يمين ولا شمال 8 ساعات، ما تحركش لا دورة مية ولا 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 لا منسى، ما تحركش، لأنه مهتم بالشغلانة اللي هو بيعملها دي، ودي مهمة جدا لأن الشباب قدر على كده. نمرة الخمسة، إن هو إن أنت بتدعم يعني النجاح، بتحيي الناجح، تقول اللي عمل حاجة كويسة قدام زمايله برافو عليك، دي مهمة جدا في كل الحاجات. 5 حاجات كده، لو انت عايز تعمل اي حاجة، عايز تبني جامعة، عايز تفتح محل بطاقة، عايز تعمل تطلع رز من الارض، عايز تعمل مصنع بطاطس، اي حاجة في الدنيا تعملها، لو خدت في مخك 5 حاجات الاساسية دي، اختيار المؤسسة، تحديد الوقت، اعمل الادارة الصح، دعم الشباب، قول للعمل اللي يعمل كويس برافو عليك. 5 حاجات اي حته في الدنيا، في اي موقع في العالم، في اي وقت من الزمان. اساسي دي ديان كلمه كنت عايز اخليكم تاخدوها كده في خيالاتكم، لانها بالنسبه لي مهمه جدا، لانها هي السبب الاساسي والسبب الوحيد لنجاح امريكا تصل الى القمر قبل الاتحاد السوفيتي، قبل الروس. شكرا جزيلا على كلمة حضرتك يا دكتور، شكرا ان حضرتك شاركت معنا مفاتيح النجاح الخمسة. في الحقيقة حضرتك اشرت لنقطة مهمة جدا، وهي ان الشباب هو اللي يقدر يعمل اي حاجة لان هو عنده الطاقة الكبيرة، ولكن الحقيقة الشباب في مصر والبلاد العربية مشتتين، مش عارف هو يبدأ ازاي، مش عارف يلاقي الطموح بتاعه والشغف. في الحقيقة احنا استلمنا من اسبوع فات اكتر من 700 سؤال، طبعا عشان وقتها يعني مش هتسمح بكل الاسئله، فاحنا اخترنا الاسئله الكومون اللي سالها عشرات الناس. صح، فانا هعرضها على حضرتك، هم حوالي يعني 12 او 13 سؤال. ممكن مثلا نخلي كل سؤال دقيقتين لو مش عند حضرتك مانع. السؤال الاول، ازاي انجح في مكاني واكون باحث متميز؟ يعني ازاي نكون دكتور فاروق الباز؟ تنجح في مكانك، في أي مكان تاخده، لأن أنا مثل كويس جدا الحكاية دي، لأن أنا كل دراستي كانت في الجيولوجيا في الأرض، وكل دراستي في الجيولوجيا كان في المناجم، في الماجستير والدكتوراه كنت متخصص في المناجم، يعني كل شغلي كان تحت الأرض، نشوف الحاجات اللي بنطلعها من المنجم دي إيه يعني. ماشي، ما كانش عمري ما بصيت في تلسكوب ولا أعرف ولا كلمة عن الأمر خالص، يعني ما جاش على بالي حتى،
على الإطلاق. الشغلة الجيولوجية الوحيدة اللي لقيتها كان على الأرض. يبقى أعمل بيها إيه بقى إن شاء الله؟ يبقى أعلم نفسي، لأن أنا متعلم كويس جداً أعلم نفسي إزاي. أوكي. فدي أساساً إن أنت هتقدر تعلم نفسك بقى وقت أنت لو أنا قلت الله لا أنا ما أقدرش أنا أشتغل على الأمر أنا بتاع جيولوجيا، قالوا طب سلام عليك طب يمشي روح. إنما لو قلت أفر قلت هم عايزينش جيولوجيا، هم عندهم إيه يعني؟ اللي هيعرف في الجيولوجيا هيعرف، اللي هيعرف الأمر يعرف منين يعني؟ قالوا لي من الصور، قلت له الصور لونر اوربتر، لونر اوربتر هتقولنا اللونر اوربتر ده خد كم صوره وهياخد كم واحده، وخد كده خد جمعت اللونر اوربتر كله دول ب 2200 صوره. قلت هات ال 2200 اطبعهم جميعا وحطهم في اوضه كده، ورتبت 9 ترابيزات جنب الاوضه، قلت انا هقعد ادرس الصور دي كليه تماما واحده بواحده. انا بني ادم عارف اشرح لنفسي، فبصيت على كل صوره وشفت الصوره دي فيها ايه ولخصتها في حته ورقه كده 3x5 والثاني والثالث لحد ما عرفت كل الصور دي. وبعدين قلت الله طيب لو احنا عايزين نروح شوف كل تضاريس الامر نروح فين؟ فلقيت ان فيه في الكلام اللي انا كاتبه 16 موقع، لو رحنا لهم جميعا يبقى شفنا جميع تضاريس الامر، يبقى جمعنا عينات من كل انواع الصخور في الامر ولما شفنا كل التضاريس. بس سيدي رحت حملت الكلام ده على كل الجيولوجيين اللي هم كانوا بيشتغلوا على القمر والفضاء واللي كذا من قبل بسنوات عديدة، وكانوا بيدرسوا من التلسكوبات واللي كانوا بيعملوا كذا، وهو ده اللي خلاهم يحترموني ياخدوني بينهم، لأن فيش أي واحد منهم كان فكر الفكرة دي إننا لو عايزين نشوف جميع أنواع التضاريس نروح أنواع الصخور يبقى لازم نروح نشوف أنواع التضاريس، يبقى نروح فين وطلعها من الصور اللي احنا درسنا. فأنت تقدر تلعب كده في الحكاية دي تشوف إيه القصة، وبعدين نوصل المعلومة لزمايلك إزاي، يعني إزاي نخلي زمايلك يبقوا زيك أنت مع إنك أنت اللي اشتغلت. أوكي طيب السؤال اللي بعد كده، إيه الحاجات أو المهارات اللي المفروض الطالب ينجزها قبل التخرج عشان يكون لي كارير كويس؟ حب جمع العلم والمعرفة. لو انت بتقول انا بكره قرايه الكتب يا اخي ولا المجلات دي مصيبه ولا حامل كذا كذا، السلام عليكم ما ينفعش. لازم ان الواحد يقول انا اتعرفت على الحكايه دي بس مش معقول ان هي دي الاخيره، لابد ان انا اكمل علم ومعرفه. اكمل علم ومعرفه ازاي؟ مره هقرا شابتر في كتاب، مره في مجله، مره كذا، مره هشوف فيلم، مره اعمل كذا. جمع العلم والمعرفه على الدوام هو ده اللي يخليك تنجح في كل شيء، لان انا ما كنتش اعرف حاجه خالص على الامر وجمعت من العلم والمعرفة بنفسي عشان أعرف عشان أخلي زمايلي يحترموني، وده اللي مش ثاني. خلي لازم جم إضافة جمع العلم والمعرفة على الدوام. وأنا بقول على الدوام ليه؟ لأن لحد النهاردة أنا لسه بذاكر لحد النهاردة. طيب السؤال اللي بعد كده، إزاي أقنع مشرف إن أشتغل معاه في كتابة بحث أو انضم للمعمل بتاعه كمتدرب؟ تثبت له إنك كويس، تثبت له إن أنت تنفعه في العمل. إزاي؟ إنك تقرأ عن الشغل اللي هو بيعملها من وراء ظهره، ولما هو بيعمل بيشتغل حاجة فأنت عارف الحاجة دي إيه، وتروح تشوف الكتب اللي في الموضوع ده إيه وتعمل كذا كذا، وبعدين تيجي جنبه كده مرة وتقول له يا دكتور بس مش الحكايه دي يعني تتعمل بالناحيه التلفونيه كده، هبص عليك وانت عارف الحكايه دي منين يعني. تقول انا قريت الشابتر الفلاني في حته فلانيه وقال لي كذا، هبص عليك مره هيهز راسه، والمره الثانيه هقول برافو عليك، والمره الثالثه هقول لك طب تعالى جمل الحكايه دي معايا، فانا بقى عامل اكتب لي باراجراف هنا على كذا كذا كذا. لازم تثبت له ان انت قادر على جمع العلم والمعرفه وتطبيق ما تعلمته. السؤال اللي بعد كده، ازاي انشر بحث ليه قيمه كبيره في مجله مرموقه؟ ده صعب، ده مش بسيط. ده لازم يبقى نتيجه لاعمال وابحاث كثيره جدا، وانت ما تقدرش تقول انا عايز انشر كده، لا انت عايز تشتغل وتبحث وتعمل كذا لحد ما تلاقي حاجه انت شايف انها عمر ما حد كتب فيها، ما شفتش اي بيبر عليها،
انت شفت كل الحاجه اللي عليها، انما دي فيها حاجه جديده. لابد ان انت شخصيا تشعر ان دي فيها حاجه جديده، ولا بد من اني اعرف الناس عليها. شوف السبب، مش ان عشان انا كنت نشرت في مجله حلوه، عشان انا باسمي الناشر المحترم، لا، انت بتنشرها عشان الناس تستفيد بيها. والد الله يرحمه كان يقول ايه على الدوام: من يعلم عليه ان يعلم الناس، والا فلا نفع في علمه. يعني انت عارف حاجه لازم تعلم الناس عليها، والا انت تعلمتها لي يعني عشان سعادتك انت تبقى حاجة. لا لا، نافع نفسك، لا منفع، يبقى ان ما فيش نفع في علمك. فانت تعمل الاول، بتلاقي في الحكايه دي لما تكون لقيت حاجه انت اشتغلتها ولازم تتنشر عشان الناس تعرف، مش عشان تبقى انت ناشر، لا، عشان الناس تعرف. طيب بناء على ايه بحدد المجال المناسب لي بعد التخرج؟ مش ضروري انك تلاقي المكان المناسب بالنسبه لك. انت تقول ايه؟ انا عايز اشتغل في حاجه وانجح فيها كويس جدا، المجموع بتاعي كان كذا، ما دخلنيش في الحته اللي انا كنت فاكر رايح لها دي، فخلاص اروح اشتغل هنا، وده اللي قدامي، ده اللي قدامي لازم اشتغل كويس. انا كنت عايز ادخل كليه الطب، انا كان الاستاذ بتاع الاحياء بتاعنا في الثانوي كان يقول واد فاروق ده هيبقى جراح هايل، لاننا كنا بنشرح سمك وبنعمل كذا قدامه، وانا كنت كويس خالص في الحكايه. فانا كنت في الثانوي كنت معتقد ان انا هدخل كليه الطب 100% هبقى جراح مخ ولا حاجه. طب المجموع بتاعي ما دخلنيش كليه الطب، فدخلنا قالوا طب الاسنان، وطلع مش عايز اسنان، طب الاسنان كانت في جامعه القاهره بعيد عن اللي احنا الحته اللي احنا ساكنين فيها في كبر الاب. انا قلت ما انا ما دخلوك، قال لي دخلوك العلوم، قلت العلوم هاي العلوم جنبنا هنا نمشيها، نروح هوبا لحد عين شمس ماشي، عشان مركب في المواصلات ما عندناش فلوس، تعرف تعرف الاوتوبيس كل يوم. فالمهم مش ضروري ان انت تعمل حاجه اللي انت عايزها، لا، المفروض ان انت تذاكر كويس جدا عشان تنجح في الحاجه اللي هي قدامك، ولما تنجح فيها كويس جدا خلاص انت بقى تبقى هتلاقي نفسك بتحبها جدا. يعني انا النهارده بحب انا العلوم، وبقرا لحد النهارده عن القمر من ايامنا، وعلى اكل الحاجات الجديده في القمر والمريخ ولا كذا كذا. ليه؟ لان اتعلمت حاجه جديده ودخلت فيها كل اهتماماتي. فانت ما تعرفش هي الاهتمامات بتاعتك الحقيقيه ايه، فشوف انت ايه اللي تقدر تاخده وتدخل فيه وتدرسه كويس. طيب ازاي حضرتك وصلت الناس؟ انا وصلت الناس فقط لغير، لان انا لقيت عنوان يعني في مجله اسمها فيزيكس دوي. انا كنت بجيب مجلات كثيره كده، بقرا مجلات، انا بقول لك انا كثير القراءه، لسه بقول لك لسه بذاكر لحد النهارده، فعندي مجلات كثير وبقرا فيها وكذا لحد النهارده. وبعدين وكان عندي مجله في اسمها فيزيكس دوي، وفي مجله فيزيكس دوي لقيت عنوان، لا أصلي طلب للعاملين في الناس هتشتغل في جيولوجيا القمر، ناس عايزين جيولوجيين يشتغلوا على القمر، بس انه طلب كده. قلت أن أتقدم، ان انا كنت بقدم في المناجم والمعاجر والجيولوجيا وكل الجامعات اللي انا كنت اعرفها، ما كانش فيه فسيله في ذلك الوقت، كان الوسيله الوحيده ان انا اروح اشتغل في جيولوجيا القمر، مع اني ما كنتش اعرف عنها ولا حاجه. ودخلت وتعلمت وعلمت نفسي ومشيت كويس. طيب يا دكتور، في وقتنا الحالي ديت لا زالت وسيلة التقديم للوظائف في وكالة ناسا، ولا في وسيلة تانية للتقديم؟ لا هي دي، انت بتستنى كده شوف هم عايزين ايه، وبيعلنوا في الاعلانات انهم عايزين هيأجلوا مثلا 20 طبيب عشان هيدرسوا ان الاطباء هيدرسوا التأثير بتاع على البني ادمين اللي هيروحوا في الفضاء وهكذا، يعني يبقوا دكاتره في الفضاء يعني كذا كذا. فناسا على الدوام، مراكز ناسا المختلفه، يعني مش ناسا مش حته واحده، مراكز كتير. فالمراكز دي هي تعلن عن حاجتها لناس متخصصين، والاداره ناسا في واشنطن برضه بتعلن عن حاجتها لناس اداريين وناس بتوع فلوس وناس بتوع علوم وكل شيء.
في أسئلة تانية فضولية بتسأل هل في حياة على سطح القمر أو المريخ؟ لسه ما حدش، احنا كل طبعا كل العلماء دول بيقولوا لازم يكون فيه ومش عارف ايه كذا وكذا، عشان اشمعنى الارض يعني اللي فيها والباقيين ما فهمش ان في احتمالات ان كذا، لكن لحد النهارده ليس هناك اي اثبات علمي على الاطلاق ان لا كان في حياه ولا ممكن ان يكون في حياه، ما حدش عارف ممكن او غير ممكن. طيب ازاي يا دكتور نتغلب على الاحباط المحيط بينا من اللحظه اللي دخلنا فيها كليه العلوم؟ ما تخليش الكلام ده يدخل مخك خالص. انت دخلت كده ده حظك كده، انت كنت عايز تروح حاجه الطب ولا عايز تروح الصيدله ولا زي ما انت كنت عايز، وبعدين ما نفعش. ما انا بقول لك اهو انا كنت 100% رايح طب 100% ومجيب مجموعه ما دخلنيش نص درجه ما نفعش، ما دخلنيش الطب اللي انا عايزه. حتى الطب الاسنان ما حبيتش فيه لانه كنت عايز الطب البشري عشان كنت عايز ابقى جراح مخ زي ما قال الاستاذ بتاعي. فما تخليش أي حاجة توقف عملك، أنت حظك كده. هتقعد وتعيا ولا هتقول أنا حظي كده، أنا هاخد حظي ده وأعمل منه حاجة عظيمة جدا، وأعمل أنا نفسي هوريهم أنا فلان الفلاني هوريهم، ولا أنا البت الفلانية هوريهم، هعمل أنا حاجة عظيمة. دلوقتي يا دكتور عشان الخريج يحصل على منحة كويسة أو عشان هو يقدر يلاقي وظيفة كويسة، لازم تقدير عالي، لازم أنشطة، لازم سيرة ذاتية، لازم دورات لغة. إزاي الطالب يقدر يوزع مجهوده ما بين كل الحاجات دي؟ أنت تقول أنت عايز تعمل إيه في حياتك؟ أنت عايز تلعب وتروح سينما وتقف في الشارع وتهزر وكذا كذا، ولا عايز تجمع معلومات عشان ترقى بالمعلومات دي عشان الناس اللي حواليك يشوفوا ان انت كويس في الحاجات دي ويدوا لك فرص؟ الناس مش هتدي لك فرص الا اذا كان باين عليك. طيب في طلاب كتير جدا مش مقتنعين ان كليه العلوم ليها فرص او ليها كارير، فايه هي الفرص المتاحه لخريج كليه العلوم جوه مصر وخارجها؟ جوه مصر زي خارجها، كل كليه فيها بعض الحاجات الكويسة وبعض الحاجات المهببة، كل كلية فيها كده. اللي بتروح بتدرس وبتطلع من الدراسة هتطلع وهتدور على شغل، ساعات هيبقى الشغل الكويس جدا مليان ناس ومش عايزين حد جديد، وساعات يبقى الشغل الخربان هم اللي بيعلنوا عن الشغلة دي. والمهم ان انت كل واحد بياخد حظه. انا كنت عايز ابقى دكتور ما نفعتش، رحت لي دخلت في كده وطلعت. المهم ان الواحد ياخد الحظ ده ويعمل منه حاجه كويسه. لازم انت تثبت لنفسك عشان تثبت للغير ان انت قادر على انك تبقى احسن واحد في الحته اللي انت موجود فيها دي، نوماتر لاي سبب من الاسباب، مش نوماتر وات ات از، ما انت مش عارف انت هتبقى فين، حظك كده، كلنا كده، الدنيا كلها عزوز. فانت كنت عايز تبقى كذا ما نفعش، بقيت كذا خلاص، هتقعد تعيط وتقول لنا ماما والنبي مش عارف ايه ولا بابا وشوف لحد يعمل لي كذا؟ لا، انت تقول ده البتاع خليني اخدها دي وانا هوريكم. ما هو اذا كنت قادر تخليني اورينا بقى، انت اتخبصت في الحاجه دي هبابه بالنسبه لك انت مش عايزها. طب زي بعضه، انا عايز اثبت لنفسي بقى ان انا قادر وهعمل وحامل منها حاجه، مع انها حاجه زي الزفت، انما انا هعمل منها حاجه حلوه، انا قادر ان انا اعمل منها حاجه حلوه. طيب إزاي حضرتك قدرت تواجه أي صعوبات خلال المسيرة بتاع حضرتك؟ إن أنا أتقبل الوضع وامشي. أنا جيت خلصت الدكتوراه ورحت لألمانيا وجمعت عينات صخور وجيت على مصر، وعشان أعمل كنت ناوي أنا كده الأمل الكبير بتاعي إن أنا هعمل مدرسة في الجيولوجيا الاقتصادية في أحد الجامعات الكبيرة بتاعت مصر، هم الأربعة يعني، كان أربع جامعات بس زماني، القاهرة وعين شمس واسكندرية وأسيوط، دول الأربع جامعات في مصر. فأنا قلت أنا هروح لأي واحدة من الجامعات دول اللي هياخدوني، أي واحدة ما يهمنيش، لأن كل الناس بتوع الجيولوجيا كانوا عارفيني بالاسم، عارفيني وكانوا أساتذتي وكانوا معيدين عليا زي ما يكون. فأنا قلت هروح أي واحدة منهم وهعمل مدرسة في الجيولوجيا الاقتصادية ليس لها مثيل في العالم. كنت مرتب نفسي ان اساتذتي اللي من امريكا وفي المانيا
ييجوا يبعتوا الطلبة بتاعتهم ياخدوا دكتورة عندي في مصر. كنت عايز أعمل مدرسة دي يبقى لها مكانة. أنا وصلت وقالوا لي تروح تدرس كيمياء في المعهد العالي بالسويس. أنا طبعا رفضت أروح أكمل أدرس كيمياء، أنا معانا وعندي دكتورة في الجيش. المهم قعدت في مصر بدون مرتب وبدون عمل، وكان معايا مراتي وبنتي اتولدت في الوقت ده، ومعايا ما عايش ما عنديش ولا مليم مصروف خالص. كنت بشحت من زمايلي واصحابي واخواتي عشان مرات كانت هتولد كمان بنت الثانيه كانت هتولد، كانوا عايزين 35 جنيه في مستشفى عابدين للولاده، ما كانش معايا مليم، وانا هجيب 35 جنيه منين؟ كنت بشحت من زمايلي واصحابي، هعمل ايه؟ المصدر بتاعي صفر. فالمهم ان انت عامل حسابك على انك تعمل ده ما كانش حاجه خالص، ما نفعش خالص على الاطلاق، خلاص تتصرف تعمل اي حاجه ثانيه. طيب دكتور رضوان عنده سؤال لحضرتك. تفضل. حضرتك عارف ان احد المشاكل بتاعت الطلبه اليومين دول عدم الصبر، فانا كان نفسي بس يعني موقف او نصيحه حضرتك للشباب انه يصبر ويثابر في بالذات في البحث العلمي، لان النتيجه بتاخد وقت كتير قوي. فده يعني اي وود لايك حضرتك لو تقدر لو في موقف او نصايح معينه الناس تصبر عشان في البحث العلمي. يعني انا مش هسميه صبر، انا عايز اسميه استمرارية العمل. ما أنت مش عارف إيه النهاية بتاع البحث العلمي إيه، ولا أنا النهاردة أعرف نهاية البحث العلمي في دخول شهور القمر إيه، مش عارف. إحنا بنستمرارية البحث واستمرارية العمل على الدوام، كل ما تيجي فرصة أو كل ما تبان حاجة كويسة ننشر دي ونكمل. إحنا مستمرين، لما تيجي حاجة جديدة ما حد عارفها ننشر ده وكمل. معناها إن نقول البحث العلمي أو البحث في أي حاجة في الحياة حقيقة يعني مستمر. ما هو الناس اللي بتبحث في اللغة العربية أو ولا في كذا ولا في 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 في, في, في الطب والفارماكولوجي وكذا، ما هم بيستمروا في الأبحاث. كل ما توصل للدرجة تجد فيها حاجة كويسة تستاهل إنها تتعمل أو تتنشر أو تصنع، ماشي وتكمل الكلام. معناها إن استمرارية البحث مهمة جدا، لأنك أنت لن تنتهي. أنا لحد النهاردة مستمر في البحث، وعندي طلبة والناس بيبعتوا لي مثال وبخلص شغلي وبكتب في المجلات العلمية، مستمر لسه لحد النهاردة. أنا 83 ومستمر في الشغل، وهي اللي هيوقفني وأنا هتوقف ليه؟ ما أنت لازم تستمر عشان العلم كله ما يستمر، لأن فيش بني آدم بيوصل إلى العلم والمعرفة اللي هو عارفها كلية تماما. لأنك يوم ما تقول أنا تعرفت كفاية كده يبقى خربان، ولا انت عارف ولا لك نافع. انما لما انا 83 يقول انا ما اعرفش حاجه خالص عن جيولوجيا القمر ولسه بتعلم، اهو ده اللي نافع مطلوب، صح كده؟ لان انا كل يوم بتعلم حاجه جديده. هي بس هذاك الناس احيانا بيبقى عندها في الفينيشنج، لما بيجي دوكيمنت يجي يكتب بقى البيبر ويبدا يكتبها بشكل بروفيشنال، ويبقى لازم الفيجرز تبقى بكواليتي معينه. في ناس كتيرة أنا أعرفها بتزهق، لأن من كتر الإيه الريفيجنز اللي بتتم وان باي وان عشان في الآخر تميت الريكوايرمنتس بتاعت الجورنالز البرستيجيز. يعني ما كنتش أنت عايز أو أنت عايزة تبقي أحسن حد بيعمل الشغلانة دي، ما لكش مكان في العمل، ما لكش مكان في العلم والمعرفة. أنت لازم يبقى عندك داخل نفسك عايز تقول انا عايز اعمل الورقه دي احسن ورقه اتعملت اتنشرت في الهبابه اللي هي بتاع ساينس ماجازين دي ولا باي عنده، انا عايز بتاعتي دي باحسن واحده. فلازم تشتغل عليها لما تطلع روحك، وبعد ما تشتغل دي عايز اكمل ورقه اعمل حاجه احسن من كده. ما كانش لازم الواحد يبقى شاعر كده، ان لازم البتاعه دي تبقى يعني بيرفكت لما تطلع عيني فيها عشان تبقى عظيمه جدا، عشان انا ابقى فخور بيها قبل ما الناس تشوفها، انا باش مبسوط من نفسي على انها حاجه حلوه كده. ما كنتش تعمل كده بس، سلام عليكم، مش هتوصل. تمام كده. في سؤال تاني، ايه راي حضرتك في الجامعات الخاصه
ومدينة زويل تحديدا. لا لا، ما فيش فرق خالص ما بين الجامعات. الجامعة جامعة في أي حتة، في أمريكا، في إنجلترا، في كل 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 الجامعات كلها زي بعض، والجامعات كلها بتعمل مكان لجمع العلم والمعرفة، وبيدي لك فرصة عشان تعلم نفسك. الجامعة هي كده في نظري، جامعة للعلم والمعرفة، بتدي لكل إنسان وإنسانة فرصة إنه يعلم نفسه. هتدخل محاضرة ومش هتسمع وهتطلع وكتبتش حاجات، خلاص أنت معرفتش تعلم نفسك. هتطلع من المحاضرة تفتكرها كويس جدا، وتروح جايب كتاب عشان تزود فيها حاجات، وتقرأ في مجلة عشان تزود فيها حاجات، يبقى بتعلم نفسك، وأنت اللي هتفهم، وأنت هتبقى عظيم. حضرتك من وجهة نظرك، هل في فرق بين كلية العلوم زمان ودلوقتي؟ لا لا، العلوم من ايام الناس بتوع الاغريق، ايام اليونانيين لما جم مصر وعملوا جامعات في الاسكندريه. كان الجامعات بتاعتنا دلوقتي شكلها كده زي الجامعات بتاعت اللي كان عملها الاغريق في اليونانيين في مصر، يمكن حتى في مصر القديمه، بس احنا عارفين التاريخ كويس مكتوب على الجامعات بتاعت اسكندريه. يعني هي الأستاذ بيجي عارف حاجات، بيقول للطلبة، الطلبة بيعملوا حاجة وبيدرسوا وبيعملوا حاجة وجربوا. الراجل مثلا الجغرافي اللي قاس الأرض المحيطها إزاي، قال إحنا هنعمل بير هنا ونشوف الشمس بتوصل فين، الظل، وبير في أسوان نشوف الشمس فين، ونقيس بقى الحكاية دي والفرق بتاع الظل الشمس هنا والشمس هنا، نشوف المحيط بتاع الأرض، يبقى نقدر نقيس حجم الأرض قد إيه، المحيط. يعني هو كده من البداية كده خالص، على قد حاله جدا، وعشان بيقيس ظله وبس. وبعدين يوصل النهارده لحاجات كتير جدا، بأقمار الصناعية ومكانها وكل شيء، والجي بي إس واللي فيها والكلام ده. يعني كل حاجة بتتقدم. يعني أنا مثلا في رحلة من رحلاتنا في مصر سنة 78 عملنا أول تيست للجي بي إس. انت دلوقتي كل واحد عارف الجي بي اس وعنده في العربيه وفي الايفون وفي اللي كذا، احنا ما كانش عندنا ولا بنروح. والولاد اللي كانوا شغالين في جودر سبيس فلايت سنتر بتاع ناسا في ماريلاند قالوا لي انت بتروح الصحراء كده وبتاع، انت عارفين ما في هناك خرائط، ما فيش خرائط وكذا كذا، احنا بنعمل حاجه اسمها جي بي اس، جيوغرافيك انفورميشن سيستم، هندي لك حاجه كده وتخليك تقف في مكانك ما تتحركش لما نحسب القمر الصناعي حد عليك وفوق امتى، 10 دقائق قبلها و10 دقائق بعدها، عشان نتاكد ان هياخد، عشان نقدر نشوف من القمر الصناعي لمكانك فين، عشان هو ده اللي هنعمل بيه بعد التيست دي، هنعمل حاجه اسمها جيوغرافيك انفورميشن اللي هو الجي بي اس. يعني ما تعرفش ايه اللي بيحصل يعني تكاثر للعلم والمعرفه بغض النظر انت بتعمل ايه. رحلة العلم يا دكتور رحلة شاقة ومحتاجة وقت طويل جدا واستمرارية زي ما حضرتك تفضلت، ولكن في بعض الأحيان الإنسان بيصيبه فقدان، حالة من فقدان الشغف، فإزاي اللي احنا نشحن طاقتنا باستمرار عشان نكمل الطريق؟ لازم الواحد يشجع نفسه، لازم يقول انت انا مش عيل، انا مش خربان، ولا انا احسن بت في الحكايه دي، انا هعلم نفسي كويس جدا. ما انا دخلت جامعه النيل دي، امال ايه يعني احمد زويل؟ ما انا هبقى احسن من احمد زويل، انا ادرس واعمل اعلم نفسي وابقى احسن من احمد زويل ولا فاروق الباز ولا مجدي عوض ولا زي كل الناس دي، ما هم دول مصريين وزي زيهم، فانا هشتغل وحجم من العلم والمعرفه وابقى احسن من اللي هم عملوه. انا شاطر دلوقتي، انا اقدر اجمع العلم والمعرفه حاجات هم ما كانوش يعرفوا يجمعوه، وتعمل في كده. يعني معناها ان في ايدك، في ايد كل واحد فيكم، ان يقول انا هوصل، انا هعلم نفسي، انا هدعم نفسي، انا هجمع علم، انا هبقى كويس. تقدر. هل مجال الجيولوجيا للرجال فقط؟ لا 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 لا، في سيدات عظيمات جدا، وانا واحده من الستات العظيمات اللي في يعني في وشغلي انا في الصحراء. أنا استفدت جدا من 2 من علماء في الصحاري عظيميات جدا، واحدة اسمها مونيك مانجي، دكتور مونيك مانجي، فرنسية، كانت بتشتغل هي في شمال أفريقيا، في ليبيا والجزائر والنيجير والحتت دي، وكتبت حاجات أنا ما أعرفهاش لأنها ما شفتهاش.
والتانية اسمها كارول بريد ودكتورة برضو، وكانت بتشتغل على في أمريكا، والدراسات بتاعتهم وأنا جمعتهم معايا في رحلات ورحنا شفنا حاجات واستمتعت جدا بعلمهم في هذه الأركان. معناها إن في الجيولوجيا وفي حتى في علوم الصحاري الصعبة في نساء محترمات جدا، وأنا واحدة من الناس الطلبة بتوعي المحترمين الكويسين في رجالة وفي سيدات. إيمان غنيم معها دكتوراه وبتشتغل، وهي اشتغلت معايا في أبحاث كتيرة جدا في مصر وفي الإمارات العربية المتحدة وفي السعودية. علاقة النجاح بحسن الاستعانة بالله. الإيمان بالله والإيمان، لأن الإيمان جزء من الإيمان بالله، جزء الإنسان بالإيمان بالنفس، جزء الإيمان بالعلم والمعرفة، وإن العلم والمعرفة دي حاجة ربنا عايزها مننا، وربنا بنفسه قال لنا إن أنت لازم تقرأ. أول كلمة في القرآن اقرأ، معناها أن أنت كل ما تقرأ كل ما هتتعلم، يبقى ندي لك تعظيم سلام. كل ما كان فيه فرصة تقرأ كل ما نعرف أن أنت هتبقى أحسن. أنا لحد النهاردة الحمد لله أكثر حاجة بتسعدني أن أنا بقرأ حاجات علمية عشان أستفيد عشان أتعلم. أنا دلوقتي 83 سنة، لازم إن كان مر علي يوم ما تعلمتش حاجة جديدة خالص ما عرفهاش يبقى يوم ضايع. فتقرأ لتتعلم، وبعدين من يعلم فعليه أن يعلم الناس وإلا فلا نفع في علمه. إيه كتب حضرتك المفضلة؟ كتير أنا بقرأ، أنا يعني لا تتعجب يعني أنا بقرأ ساعات في من الحاجات اللي المرات اللي بتحبها هي بتعمل، هي أستاذة يعني في الفنون بتاعت الديكوريشن والحاجات اللي بحطها في البيوت والحاجات دي. أنا بقرأ كتب في الحاجات دي، بقرأ كتب في الغناء، بقرأ كتب عن الأوبرا، بقرأ كتب عن تاريخ مصر، بقرأ كتب في الأركيولوجي، بقرأ كتب في العلوم. يعني القراءة ليس لها حدود، يعني البني آدم لازم يقرأ، ويقرأ كل ما يسلك، كل ما تجف الفرصة أنك تقرأ، لأن ما فيش حاجة هتقرأ فيها مش هتطلع منها بشيء ما. اوعى تقول ان انا لو قريت في الحاجه اللي بعيد عني دي مش هستفيد، اوعى تقول دي، لان كل ما تقرا هتستفيد. اول كلمه في القران اقرا، يعني معناها ان دي هو ده اللي بيرفع من العقل الانسان، وبيرفع من ايمانه، وبيرفع من يعني فائدته. اقرا اي شيء، اي حاجه في اي موضوع. احنا طبعا ملتزمين بالوقت المحاضره اللي هو الساعه اللي حضرتك طلبتها، فاحنا ناقص لنا 5 دقائق. ممكن ناخد يعني سؤالين او 3 مباشره من المستمعين. فالان سؤال لو سمحتوا ارفع ايديكم واحنا هنقول الاسم. ده انت فتحته دلوقتي على الفيسبوك؟ هو موجود من اول اللقاء. موجود على الفيسبوك. اول واحد علي صلاح، اتفضل قول سؤال. السلام عليكم. بقول لحضرتك يا دكتور، انا مهتم اكتر بعلاج الكانسر، هل اتعمق في ككانسر عموما ولا اتعمق في العلاج بتاعه؟ لا تحد من نفسك، خلي نفسك تقول ايه انا عايز اتبحر في حكايه الكانسر ده، ونشوف ايه هو الكانسر، بيجي ازاي، بيتطور ازاي، وبتعالج ازاي، وايه العلاج بتاعه، واهل اثناء العلاج بيحصل ايه، وهكذا. خلي نفسك افتح الباب قدامك واجمع كل العلم والمعرفه في اي شيء، وانت هتلاقي نفسك انت اخذت من العلم والمعرفه ما يسعد عقلك. فلا تحد من نفسك يعني. انا حضرتك فعلا اتعلمت شويه عن الكانسر بقالي فتره ماشي فيه كتير. اتعمق في العلاج اكتر. لا، واصل العلاج اكتر ليه يعني بالنسبه لنا، انا بحاول لك العلاج اكتر ليه، لانك في ان ده مساعده الناس. هذه من انا ارجع للكلمه اللي قلتها، من يعلم فعليه ان يعلم الناس، لانه برضو انك لو في العلاج معناها ان انت هتسعد الناس اكتر، ودي حاجه كويسه جدا.
يعني لأن العلم والمعرفة يسعد الناس. ده في العلاج يعني. شكرا. شكرا. بعد كده حبيبة إبراهيم. مش موجودة. أوكي. موجودة. طيب. موجودة؟ لا. حبيبة إبراهيم اتفضل. لا لسه. أوكي طيب ممكن ناخد سؤال من إبراهيم هاني. كنت عاوز أسأل حضرتك يا دكتور فاروق عن رأي حضرتك في برنامج بايو تكنولوجي الجديد اللي هو مبقالوش كام سنة في مصر، يعني إيه رأي حضرتك فيه وإيه يعني حضرتك شايف إنه ليه مستقبل كويس الفترة الجاية ولا إيه؟ طبعاً بايو تكنولوجي ديتكس كل حاجة اسمها بايو النهاردة مهمة جداً وكويسة جداً، لأن البايو تكنولوجي هيبقى له تصريفات إحنا ما نعرفهاش حتى النهاردة. يعني أنا في نظري البايو تكنولوجي هيبقى مهم حتى في الغلاف الجوي، في التغيير المناخ، في الحاجات دي كلها، لأنه البايو أي حاجة بايو حاجات فيها حاجات كتيرة ما نفهمهاش ما نعرفهاش وهتفيدنا في المستقبل. فمعناها إن أي حاجة بتبتدي بكلمة بايو ثق إنها هتبقى مهمة في المستقبل. تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك، وعايز اشكر حضرتك جدا، وعايز اقول لحضرتك ان انا متشرف جدا بوجودي مع حضرتك في المحاضره دي، وليا الشرف ان انا بدرس في كليه علوم زي حضرتك، ودي حاجه بتشجعني جدا ان انا ادخل الكليه. شكرا لحضرتك. حبيبه ابراهيم اتفضلي. تمام. اول حاجه احب اشكر حضرتك يا دكتور على ايمانك بينا احنا كشباب جدا، بالذات ان ناس كتيره دلوقتي عادت ايمانها في شباب مصر قليل جدا، فدي حاجه يعني ما أقولك السعادة اللي فيها بسببها. تاني حاجة حضرتك لما أنت كان مجال دراستك حاجة ولما دخلت ناسك قلت إن أنت ما كنتش تعرف حاجة عن دراسة القمر، فإيش شعورك ساعتها لما تفاجئت إن أنت يعني ده مش مجالك، طب أنا هتصرف فيه إزاي؟ يعني اللحظة ساعتها بقى الحافز كان إزاي؟ برافو عليك. برافو عليك. طالبة ثانوية، أنا كنت من محبي الرياضة جدا، مادة الرياضيات، والحمد لله كنت ساعتها ما فيش امتحان رياضة عدى عليا إلا وقفلته، والدكاترة كانوا داعمين، المدرسين كانوا داعميني جدا في المادة دي، بس بسبب قرار من أهلي حولته لعلم علوم وبقيت تبع المجال الطبي، ودلوقتي أنا في كلية التمريض ومبسوطة بمجالي جدا. فأنا احتجت وقت عشان أتكيف مع الموقف اللي أنا فيه، بس أنا خدت صعوبة شوية، فحضرتك بس عايزة يعني أستعين بتجربتك في الموضوع. لا أنت وصلت حبيبتي، ما يهمكيش لو حبيبة، أنت وصلت، أنت قلتي أنا كيفت نفسي بإني هحب الموضوع اللي أنا فيه دلوقتي، ومعناها أن دي حاجة كويسة جدا، معناها ان انت هتنجح في حياتك، معناها ان هتبقى كويسه خالص في التمريض بتاعك، لان جيت كنت عايزه حاجه وما عرفتش تخليها ودخلت في حاجه تانية، زي ما انا كنت ما اعرفش على القمر ودخلت وعلمت نفسي، فانت اشتغلت فيها وبتحبيها بما انك بتقولي علمت نفسك فيها. برافو عليكي، وانا هعتقد ان انت، انا في نظري انت هتبقى في التمريض دي حاجه كويسه جدا. خلي ماشي. ميرسي جدا يا دكتور. ما كملي كلامك كده، وقولي ان انت قولي لنفسك كده انا حاسبت لنفسي ان انا هبقى احسن واحده في التمريض ده في مصر، مش في مصر بس، في الشرق الاوسط. شكرا لحضرتك جدا. وكمان هي انا لما حضرتك سمعت دلوقتي انا اتاكدت من حكمه ربنا لما حطني في المكان ده، انا حاسه فعلا ان انا ده مكاني زي ما حضرتك. يمكن لو كنت حضرتك استمرت في مجالك مين كان عارف حضرتك دلوقتي كان هيبقى اسمك مشهور بايه دلوقتي. أو كده. برافو عليك، خلي دي قدامك وخلي دي ماشي الحال. ماشي. شكرا لحضرتك جدا. طيب عشان دكتور الباز مشغول جدا ويمكن عنده محاضرة تانية بعد وقت قليل، فنستأذنكم يعني نوقف الميتينج لحد هنا، ونشكر حضرتك جدا على وقت ومجهود حضرتك معانا. اسمح لنا ناخد صوره مع حد. دكتور انا عايز اشكرك انت الاول، انت يا واحده. نعم اتفضل يا دكتور. مساء الخير جميعا. انا الحقيقه عايز اشكر الدكتور فاروق على اهتمامه بالشباب واهتمامه انه
يكلمهم ويديهم الأمل في المستقبل. وأشكره على وجوده النهاردة معنا في جامعة النيل، وإن شاء الله دايماً عايزين نشوفه بنفسه يكون موجود معنا إن شاء الله في مناسبة قريبة، وإحنا سعداء دايماً إننا نشوفه وإننا نسمع نصايحه. متشكرين جداً يا دكتور فاروق. شكراً جزيلاً، الله يكرمك. يلا خد لنا الصورة الجماعية. دكتور طارق خليل الرئيس المؤسس لجامعة النيل. أنا عارف، أنا عارفه طبعا كلنا عارفينه ومحترمينه ونقدره طيب تسمح لنا حضرتك ناخد صورة جماعية؟ أما أنا قلت يس طبعا. تمام طيب الحضور لو سمحتوا ممكن نفتح الكاميرا والبشمهندس أحمد طارق بعد إذن حضرتك ناخد صورة. باشمهندس أحمد طارق تمام كده اوكي شكرا جزيلا لكم، شكرا الف شكر لكم جميعا. شكرا شباب، شكرا شباب، شكرا شباب، اهلا بكم، شكرا، نشوفكم على خير. مصر إن شاء الله.